السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة الرياضيات للصف الثالث من توسط. وصلنا إلى آخر موضوع من الفصل الأول وهو متباينات القيمة المطلقة. طبعا هذا الموضوع ما يختلف عن موضوع اللي سبقه اللي هو متباينات المركبة. زين، نقرأ هذه الملاحظات. هناك نوعين للمتباينة اللي هي متباينة القيمة المطلقة. النوع الأول المتباينة التي تحتوي على علامة الأصغر أو الأصغر أو يساوي، يعني المتباينة تحتوي علامة الأصغر أو أصغر أو يساوي. هذا النوع من المتباينة التي تحتوي على إشارة الأصغر أو أصغر أو يساوي هي المتباينة المركبة التي تتضمن و، يعني عندنا المتباينة التي تحتوي على إشارة الأصغر أو أصغر أو يساوي. هذه المتباينة هي نفسها المتباينة المركبة التي تتضمن و اللي شرحناها بالفيديو السابق. صار واضح؟ فراح تكون مجموعة الحل لهذه المتباينة هي انه الاس تساوي اس 1 تقاطع اس 2، يعني نفس المتباينة التي تتضمن و. صار واضح؟ فهسه راح نحل هذا المثال. يقول حل المتباينة القيمة المطلقة ومثل الحل على مستقيم الاعداد. هنا طبعا مطيني هذه المتباينة ويقول هو متباينة القيمة المطلقة، عندنا هذه الأعمدة هي أعمدة المطلق. زين، هذه متباينة قيمة مطلقة. هنا شنو العلامة اللي موجود بها علامة التباين؟ علامة التباين هي الأصغر. علامة التباين هي الأصغر. إذا كانت القيمة المطلقة متباينة القيمة المطلقة علامتها هي الأصغر، فهنا راح نحل هذه المتباينة مثل المتباينة التي تتضمن و. صار واضح؟ فبس انتبهوا على الخطوة الأولى. الخطوة الأولى شلون راح نحلها؟ أول خطوة نسويها نرفع هذه أعمدة. فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير x، طبعا هذا الحل x زائد 6. أنزل هذه العلامة التباين اللي هي الأصغر وأنزل هاي الثلاثة. عندنا في الطرف الآخر نفس علامة التباين أنزلها، وهنا عندنا ثلاثة أخلي سالب 3. هذه الخطوات تحفظونها. أول شيء أسويه إنه هنا عندنا هذا المطلق أتخلص من عنده أخليه في الوسط اللي هو x زائد 6. هنا نقول x زائد 6، أرفع هذه الأعمدة x زائد 6، أنزل هذه الأصغر من 3 أنزلها. هنا نفس هذه العلامة الأصغر أخليها في الطرف الآخر، ونفس هذا العدد أخليه سالب. صار واضح؟ هسه شنو صارت عندي؟ هسه صارت عندي المتباينة المركبة التي تتضمن و، صارت هنا عندي علامتين للتباين. طبعا اللي ما شايف المحاضرة السابقة اللي هي عن المتباينة التي تتضمن و ما راح يفهم شنو اللي أقصده، لأن هذا الموضوع هو نفس الموضوع المتباينة المركبة التي تتضمن و اللي بها علامتين للتباين. شلون راح نحلها؟ مثل ما علمتكم شلون تحلون المتباينة التي تتضمن و. أول شيء أتخلص من هذا العدد، أتخلص من هذا العدد اللي يم المتغير. شلون أتخلص من عنده؟ أضيف النظير الجمعي مالته لأطراف المتباينة، يعني النظير الجمعي للموجب 6 هو سالب 6، فأضيف سالب 6 للأطراف المتباينة. فهنا عندنا هاي سالب 3 تنزل، أقول سالب 6، ناضفت سالب 6، أنزل علامة التباين. هذه x زائد 6، أضيف لها نظير جمعي كذلك سالب 6، أنزل علامة التباين. هاي الثلاثة كذلك أضيف لها سالب 6. صار واضح؟ هنا ضفت سالب 6 للأطراف. زين، هسه أقول هنا سالب 3 سالب 6 إشارتين متساوية، أنزل واحدة من عندهم واجمع راح يصير سالب 9، أنزل علامة التباين. هذه الموجب 6 والسالب 6 راح تختصر، راح يبقى فقط الاكس. انا هنا ليش ضفت النظير الجمعي؟ حتى تخلص من هذا العدد اللي يم المتغير، يبقى فقط المتغير. زين، انزل علامة التباين، 3 ناقص 6 اشارة الاكبر واطرح، راح يصير سالب 3. صار واضح؟ فهنا شنو صار عندي الاكس؟ الاكس هي اصغر من سالب 3 واكبر من سالب 9. اصغر من سالب 3 واكبر من سالب 9، فهنا عندنا مجموعة الحل اللي هي شو تساوي؟ هنا المتغير x، فهنا نقول x، حيث x هنا انزل هذه النتيجه اللي طلعت لي اللي هي سالب 9 اصغر من x واصغر من سالب 3.
صار واضح هذه أخليها داخل مجموعة. زين هسه يقول مثل الحل على مستقيم الأعداد، راح نرسمها هنا، نرسم مستقيم الأعداد. هنا شنو عندي الأرقام اللي هي سالب 9 وسالب 3، نخلي العدد الكبير جهة اليمين والصغير جهة اليسار. زين وين الكبير؟ الكبير السالب 3 ولا سالب 9؟ الكبير هو سالب 3، لأن السالب كل ما يكبر تقل قيمته، فعندنا السالب 3 هو الأكبر، وهنا عندنا السالب 9. زين هسه هنا أشوف علامة التباين، هذه علامات التباين بها مساواة؟ لا ما بها مساواة، إذا راح تكون دائرة فارغة. بما أنه هي متباينة حليناها يعني المتباين نوعها التي تضمن، و إذا راح يكون بيناتهم تقاطع، وأنا كاتبتها هنا عندكم الملاحظة، مجموعة الحل راح يكون تقاطع S1 تقاطع S2. ما دام تقاطع إذا راح يكون التضليل وسط مستقيم الأعداد، وسط مستقيم الأعداد. هذا شنو هنا؟ هذا التضليل شي يمثل؟ يمثل X، يعني X هي أصغر من سالب 3 وأكبر من سالب 9، راح يكون في الوسط. صار واضح؟ نشوف هذا المثال الثاني. هنا عندنا 2x ناقص 5 هذه بين المطلق، وهنا عندنا زائد 3 هو أصغر من 11. أول شيء عندنا هذه القيمة المتباينة، القيمة المطلقة العلامة مالتها هي أصغر. ما دام هنا عندنا علامة التباين أصغر، إذن راح تكون هذه متباينة مركبة التي تتضمن و، يعني راح تكون نفس طريقة الحل. بس قبل لا أبدأ بالحل، أول شيء هنا إذا عدتي عدد أتخلص من هذا العدد، أتخلص من هذا العدد، يعني هنا إذا أكو عدد أتخلص من عنده. شلون أتخلص من عنده؟ أنقله للطرف الآخر، أنقله للطرف الآخر. فهنا هذه المطلق ما راح أرفعهم، لا راح يبقى هنا. أقول 2x ناقص 5 هذه الثلاثة أنقلها للطرف الآخر، أنزل علامة التباين، راح يصير 11، هنا الموجب من تنتقل للطرف الآخر راح يصير سالب 3. صار واضح؟ أنزل هذه علامة المطلق، يقول 2x ناقص 5، يعني هنا إذا كان عندي عدد بين علامة التباين وبين المطلق، أول شيء أنقل أتخلص من عنده أنقله للطرف الآخر. من أنقله للطرف الآخر هذه أعمدة المطلق ما أرفعها أول مرة. صار واضح؟ أول مرة أتخلص من هذا العدد يلا أرفعها. فهسه هنا أنزل علامة التباين، أقول 11 ناقص 3 هو 8. زين هسه هنا أكو عدد؟ لا ماكو عدد. هسه أقدر أرفع هذه الأعمدة المطلق، فهنا 2x ناقص 5 تنزل، هذه هنا عندنا الأصغر من 8 تنزل. الطرف الآخر أنزل هنا نفس العلامة وعكس الإشارة، الموجب 8 راح يصير سالب 8. هذه الخطوة تحفظونها، إنه هذه تنزلون المطلق، عندنا هذه الأصغر من 8 تنزل، الطرف الآخر أخلي نفس العلامة تباين، وهنا عندنا 8 أخلي هنا سالب 8. صار واضح؟ هسه هنا صارت عندي متباينة التي تتضمن، وبعد احنا نعرف شلون طريقة الحل مالتها. هنا اتخلص من هذا العدد اللي يمن متغير اللي هو سالب 5، اتخلص من عنده، اضيف النظير الجمعي اللي هو الموجب 5 اضيفه لأطراف المتباينة حتى اختصرهم واتخلص من عنده. فهنا عندنا سالب 8 اضيف النظير الجمعي اللي هو موجب 5، انزل علامة التباين، عندنا 2x ناقص 5 أضيف له النظير الجمعي اللي هو موجب 5، أنزل علامة التباين، هذه 8 أضيف لها موجب 5، يعني ضفت موجب 5 للأطراف. زين ليش؟ حتى أختصر هذه السالب ويا الموجب تختصر. زين هنا عندنا سالب 8 زائد 5 إشارات مختلفة، إشارة الأكبر وأطرح راح يصير سالب 3. زين هسه أنزل علامة التباين، هذا 5 ويا 5 راحت، راح يبقى فقط 2x. زين أنزل علامة التباين، 8 زائد 5 هي 13. زين هسه هنا شنو عندنا؟ عندنا المتغير اللي هو الاكس بمعامل، فأني لازم أتخلص من هذا المعامل. ليش؟ لأن أنا هنا أريد فقط الاكس محصورة بين
علامة التباين فقط وحدها. فهنا إذا أكو معامل أتخلص من المعامل، شلون أتخلص من المعامل؟ أقسم الأطراف على المعامل، يعني راح أقسم على اثنين ليش حتى أختصرها، وهنا كذلك أقسم على اثنين، وهنا أقسم على اثنين. فهذه الاثنين وهي هاي الاثنين راح تروح، راح يبقى فقط الإكس. زين أنزل علامة التباين، هنا عندنا سالب ثلاثة على اثنين بيختصارات لا ما بيها، فتنزل راح يصير سالب ثلاثة على اثنين، وهنا راح يصير 13 على اثنين. صار واضح؟ فهنا شنو صار عندي؟ اتخلصت من المعامل، صار X هو أصغر من 13 على 2 وأكبر من سالب 3 على 2. فهسه هنا إذا أريد أمثل مجموعة الحل أقول S تساوي، زين أقول X حيث X راح أنزل هذه، أقول هنا سالب 3 على 2 هي أصغر من X، والX هي أصغر من 13 على 2. هذه هنا مثلت مجموعة الحل. هسه هنا راح أمثلها على مستقيم الأعداد. هنا عندنا موجب هذا الكسر، وهنا عندنا سالب، من الأكبر؟ الأكبر الموجب. فهنا أقول 13 على 2، وهنا عندنا سالب 3 على 2. زين هنا عندنا علامات التباين بدون مساواة، إذا راح تكون دائرة فارغة دائرة فارغة. بما أنه هي المتباينة التي تضمن وهي يعني بيانات متقاطع، يعني هنا راح يكون التضليل في الوسط. صار واضح؟ وانتهى حل السؤال. نشوف هذا المثال، هنا عندنا الواي ناقص 5 أصغر أو يساوي من 1. ما دام هنا عندنا علامة الأصغر، إذن هذه المتباينة هي المتباينة التي تضمن و. بس هنا نحفظ الخطوة الأولى. الخطوة الأولى إنه هنا ما أريد رقم، هنا عندنا هذا الرقم اللي بين المتباين وبين المطلق، هنا لازم أتخلص من عدة أنقله للطرف الآخر. فهذه علامة المطلق ما أرفعها أول مرة، أتخلص من هذا العدد يلا. فهنا عندنا هذه الواي تنزل هنا، أتخلص يعني أنقل الخمسة للطرف الآخر، أنزل علامة التباين راح يصير واحد. هذه الخمسة من تنتقل للطرف الآخر تتحول إشارتها إلى موجب، فراح يصير زائد 5. زين هسه هنا أقول y أصغر أو يساوي 1 زائد 5 هو 6. هنا تخلصت من هذا العدد، نعم تخلصت من عندي. هسه هنا راح أنزل ال y، أنزل هذه العلامة اللي هي أصغر أو يساوي من 6. هنا طبعا هذه ال y راح أحصرها بين علامتين، فهنا كذلك راح أنزل نفس العلامة بالطرف الثاني وأقول هنا سالب 6. هنا مو 6 راح يصير سالب 6. هسه هنا شنو صار عندي؟ ان الواي هي اصغر او يساوي من 6 واكبر او يساوي من سالب 6. فهذه هي مجموعة الحل. فهنا اقول S يساوي مجموعة الحل، هنا عندنا المتغير واي، فاقول واي حيث واي، انزل هذه النتيجة اللي هي سالب 6 اصغر او يساوي من واي، والواي هي اصغر او يساوي من 6. زين صار واضح؟ زين اذا اريد نمثلها على مستقيم الاعداد، هنا عندنا 6 وسالب 6، العدد الكبير هو الموجب، فهنا يكون جهة اليمين، والعدد الصغير السالب اللي هو جهة اليسار. هنا عندنا علامات التباين بها مساواة اثنيناتهم، إذا راح تكون هنا عندنا الدائرة مغلقة، مغلقة أو مظللة. بما أنه هي هنا عندنا متباينة التي تضمن و، إذا راح يكون التضليل في الوسط لأن بيناتهم تقاطع. صار واضح؟ وانتهى حل السؤال. هسه راح ناخذ هذا المثال. هنا شنو أنا نوعت بالأمثلة حتى تكون الفكرة واضحة عندكم. بالمناسبة منزمة الرياضيات للصف الثالث متوسط إن شاء الله راح تصدر قريبا، بها كل الملاحظات وكل خطوات الحل وحل التمارين والأمثلة، إضافة إلى الأسئلة الوزارية. يعني إن شاء الله هذه المنزمة راح تفيدكم. زين هسه نشوف هذا المثال. هنا شنو منطيني؟ منطيني كسر، يعني هنا عندي مقام. أول خطوة أسويها أتخلص من المقام، أتخلص من هذا المقام. زين شلون أتخلص من هذا المقام؟ أضرب هنا الطرفين في المقام، يعني راح أضرب الطرفين في 4. إذا أجال هنا كسر، فأتخلص من المقام أضرب الطرفين في المقام ليش حتى أختصرهن. زين فهنا إيش راح يصير؟ راح أضرب الطرفين في 4، راح أقول هنا عندنا X ناقص 12 على 4، راح أضربها في 4. هذه بعدني هاني ما رافع المطلق. زين هسه هنا أنزل علامة التباين، أقول 9 أضربها في 4.
ليش حتى هنا شنو هذه الأربعة؟ وين هذه الأربعة أختصرها؟ فتخلصت من المقام. فهنا نقول x ناقص 12 راح يصير أصغر أو يساوي 9 في 4 هي 36. هنا تخلصت من المقام. زين. هسه هنا راح أرفع هذا المطلق. هنا أقول x ناقص 12 أخليها في الوسط. زين. أنزل هذه علامة التباين الأصغر أو يساوي. أنزل 36. في الطرف الآخر هنا نفس هذه العلامة علامة التباين أخليها نفسها. و 36 أعكس إشارتها راح يصير سالب 36. زين. هسه صارت عندي متباينة مركبة التي تتضمن و بها علامتين للتباين. شلون تعلمنا نحلها؟ أول شيء أتخلص من هذا العدد اللي يم المتغير. فهنا عندنا هذا السالب 12 أضيف النظير الجمعي إليه اللي هو موجب 12 أضيف المتباينة. فهنا راح يصير سالب 36 أضيف موجب 12. زين أنزل علامة التباين. هنا عندنا x ناقص 12 أضيف لها موجب 12. أنزل علامة التباين. هنا عندنا 36 أضيف لها موجب 12. صار واضح؟ هنا ليش ضفنا موجب 12 النظير الجمعي؟ حتى أتخلص من هذا العدد. فهاي الموجب 12 والسالب 12 تروح. راح يبقى فقط الx. أنا هنا أريد فقط الx. زين. هسه هنا ننزل علامات التباين. هنا عندنا سالب 36 زائد 12. إشارات مختلفة. إشارة الأكبر وأطرح. الأكبر هي السالب. أطرح. 6 ناقص 2 هي 4. 3 ناقص 1 هي 2. راح يصير سالب 24. الطرف الثاني هنا عندي جمع. 6 و 2 هي 8. و 3 و 1 هي 4. راح يصير هنا إنه الX هي أصغر أو يساوي من 48 وأكبر أو يساوي من سالب 24. زين. هسه هنا هذه مجموعة الحل. راح أكتب مجموعة الحل اللي هي الS تساوي. هنا نقول X حيث X أنزل هذه النتيجة اللي هي سالب 24 أصغر أو يساوي من X والX هي أصغر أو يساوي من 48. زين. نمثلها على مستقيم الأعداد. هنا أرسم مستقيم الأعداد. هنا عندي شنو؟ عندي 48 وعندي سالب 24. من الأكبر 48 طبعا أخليها جهة اليمين 48، وهنا عندنا سالب 24. هنا شنو علامات التباين؟ بها مساواة؟ نعم بها مساواة. إذن الدائرة راح تكون مغلقة. هاي دائرة مغلقة وهنا عندنا دائرة مغلقة. زين. هنا عندنا ما دام بها أصغر أو يساوي، إذن هذه المتباينة التي يضمن و، والمتباينة التي يضمن و مجموعة الحل مالتها هي تقاطع. إذن راح يكون التضليل في الوسط. هنا راح يكون التضليل في الوسط اللي هي تمثل x. يعني x هي أصغر من 48، أصغر من 48 وأكبر من سالب 24، يعني التقاطع في الوسط. إن شاء الله في الدرس القادم راح نبين المتباينات المطلقة اللي تكون علامتها أكبر. إذا كانت العلامة أكبر معناتها هذه المتباينة التي تتضمن أو. صار واضح؟ وبالتوفيق إن شاء الله.